السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة عندنا الفيديو بتاع Language Notes، ملحوظات لغوية. Language Notes، ملحوظات لغوية بتاع Unit 4. ده الفيديوهات الخاصة بأبليكيشن الإنجليزية للثانوية العامة. قلنا كل يونت بنعمل لها كده فيديو لأهم الملحوظات اللغوية. طبعا Unit 4 كان بيتكلم عن Women in History، نساء في التاريخ، بعض الشخصيات النسائية المهمة. وكان عندنا درس جرامر اللي هو ضمائر الوصل، اللي هي كلمة هو ويتش وير. من أهم الملحوظات اللغوية اللي موجودة عندنا كلمة suggest. طبعا كلنا عارفين ان الverb suggest يعني يقترح، تمام، سهلة جدا، مفيش فيها مشاكل. بص يا شباب، دايما suggest يجي بعديه الverb plus ing. suggest من الأفعال اللي بيجي بعدها ing. فانت لو دخلت الامتحان وقال لك هي suggested، يعني هو اقترح سبيس تي في، من غير ما اكتب اختياراتي سنه ثالثه، ادام suggest موجوده يبقى عايز بعدها ing، يبقى هي suggested watching TV. watching TV هو اقترح مشاهده التلفاز، يبقى هي suggested watching TV، جبت بعدها ing. الفكرة بقى لو انت لقيت suggest في الامتحان وجاي بعدها كلمة ذات، يبقى هنا خلي بالك suggest جاي بعدها جملة، جاب ذات بقى وهيعمل جملة، وهنا في subject فاعل. بص، هو طبعا ذات دي مش أساسية، يعني عادي، يعني هتلاقيها مكتوبة في الكتب الخارجية بين قوسين كده. طبعا الشاطر فاهم يعني ايه، يعني لو اتكتبت او اتحذفت مش مشكلتنا، عادي، suggest ذات او ما اكتبهاش. اهم حاجه ان جاي بعدها فاعل، يعني عايز اجيب بعدها جمله. بص، suggest لو جه بعدها فاعل، يا اما اجيب infinitive يعني مصدر، او اجيب حاجه اسمها should والمصدر. يبقى تاني كلمه suggest لو جت لي في الامتحان وجه بعدها فاعل، يبقى لا اما اجيب مصدر، لا اما اجيب شد والمصدر. فلما اجي اقول لك ان علي شباب suggests بيقترح ذات اني منى سبيس تنس، بيقترح ان منى تلعب تنس، يبقى احنا خلاص فهمنا الفكره ان suggest جه بعدها فاعل اللي هو منى. بص بقول ايه، بلاي تلعب مصدر بس، ولا اس ولا ان جي، لان سجست فاعل مصدر. او ينفع اجابه تانية، لو ما لقيتش مصدر هاسمع منك يلا، فمستر اختار شد والمصدر. يبقى كلمه سجست ينفع اجيب بعدها يا جماعه شد بلي، اختار بعدها شد والمصدر، يبقى شد بلي. يبقى علي اقترح ان منى بلاي بس مصدر او شد والمصدر. يبقى الملحوظة الأولى على كلمة suggest، القاعدة اللي احنا عارفينها من زمان ان suggest بيجي بعدها ing، لو جاب لي بعدها ذات جاب فاعل يبقى عايز جملة، يبقى مصدر او شد والمصدر. طيب الملحوظة التانية عندنا على كلمة spend. يعني ايه يا شباب spend؟ spend يعني ملايين، تنفع بمعنى يقضي وينفع بمعنى ينفق. لو لقيت بعدها وقت خلاص يا مستر، يبقى دي معناها يقضي، بيقضي وقت، يبقى تختار لي بعدها في الامتحان الفيرب بلس ان جي. ادام سجست جه بعدها وقت، يعني او سبنت، سوري يا جماعه، سبنت يعني علي، سبنت الماضي بتاعها علي قضى 3 اورز 3 ساعات سبيس ابوك، علي قضى 3 ساعات بيقرا في الكتاب، أركز في الامتحان، ملحوظات اللغوية سنة تالتة عايزة تركيز. أدي كلمة spend يقضي، وجي بعدها فترة، يبقى اختار حاجة اسمها reading أبوك في الامتحان، اختار هنا reading. ليه؟ لأن spend فترة ing. أمال يا مستر كلمة spend لو جي بعدها فلوس، أي فلوس، يبقى بمعنى ينفق، بمعنى ينفق. قال لك لازم spend money لما يجي بمعنى يا جماعة فلوس
يجي بعدها حرف الجر أن، يعني بينفق فلوس على، وبعد كده لما تجيب نون اسم أو تجيب إن جي. فنركز في الأمثلة: he spent، هو أنفق، he spent أنفق all his money، كل فلوسه، أنفق كل فلوسه on على، يبقى on books على الكتب، أنفق كل فلوسه على الكتب، يبقى الفلوس on على الكتب. أو لو قال لي أنفق كل فلوسه on buying books، شراء الكتب. يبقى تركز يا جماعة في الاختيارات في الامتحان، تلاقي كلمة spend أو الماضي بتاعها spent، شوف التركيبة بتاعتك. لو جه بعدها وقت، أنا مركز يا مستر، spend جه بعدها وقت يبقى ing، spend جه بعدها فلوس يبقى on على إيه؟ لا إما noun لا إما ing. طب في عندي إيه تاني برضو ملحوظات لغوية موجودة؟ بصوا يا شباب، أنا عايزك تعرف إن في الامتحان لو لقيت كلمة في الأول كده وجاي بعدها كومة وهيكمل، دايما الكلمة دي بتبقى ال واي، دايما بتبقى adverb حال. فلو جالك في الامتحان قال لك space I like مثلا pop music، وقال لك personal، حاجة اسمها يا شباب personal ولا personality ولا personally، يبقى من وجهة نظر شخصية أنا شخصيا كده بحب البوب ميوزك. أدام الجملة جت لي آخر السنة وفي بعدها كومة، يبقى أنا عايز حال اللي هو، يبقى أختار بيرسونالي شخصي. interestingly بشكل مثير، interestingly بص في الأول كده وأكمل الجملة. يبقى دايما دي ملحوظة مهمة جدا، إن دايما في أول الجملة كلمة واحدة بيبقى حال. اليونت دي كان فيها كلمة اسمها argue، يعني يجادل، يجادل. لو قال لك دايما argue for، يعني يا مستر argue for يعني يجادل من أجل، يعني الست دي يا شباب كانت argue for بتجادل من أجل women's rights، حقوق المرأة، حقوق النساء، بتجادل من أجل إيه؟ women's rights، حقوق النساء. يبقى كلمة argue for دي معناها يا شباب معناها يجادل من أجل، يجادل من أجل. إنما ممكن أقول لك argue كده against، يعني يا شباب argue against يعني يجادل ضد، يجادل ضد حاجة اللي هو بيجادل ضدها، ضد مثلا terrorism يعني الإرهاب. وآخر حاجة argue، لو جاب لك بعدها شخص تختار argue with يعني يتجادل مع، مع، يبقى كلمة argue بتاخد ثلاث حروف جر، من أجل مين، بتدافع عن مين، يبقى تختار for، ضد إيه تختار argue against، بتجادل مع مين، بتكلم مع مين، يبقى حاجة اسمها argue with. طيب في إيه ملحوظات تانية؟ ما تنساش إن أنت في عندك كلمة اسمها permission. عارف يعني ايه permission؟ permission يعني اذن. وفي كلمة اسمها permit يعني تصريح. وفي في الدرس كلمة اسمها license يعني رخصة. بص permission دايما اذن كده شفهي، اذن، اخد اذن من والدي عشان اخرج، اخد اذن من مدير، فاسمها permission. دي يا جماعة permission يعني اذن، حاجة شفهية كده، واحد قال لك طب روح يا بنمشي، ده اسمه إذن. والكلمة دي لا تعد، يعني عمرك ما تقول A permission، ما ينفعش، هي اسمها permission بس. إنما permit أو A permit بتعد، ده تصريح مكتوب، واحد واخد ورقة تصريح بحاجة A permit، يبقى هنا إذن شفوي كده permission، تصريح مكتوب A permit. رخصة بقى اللي هي رخصة قيادة، رخصة كذا، بنسميها license. يبقى الفرق بين الكلمات دي مهم جدا موجود عندنا. في كلمة اسمها appreciate، دي موجودة في الكلمات يعني يقدر، appreciate يعني يقدر. طب ما في كلمة اسمها estimate يعني يقدر، ايه الفرق بين الاتنين؟
ابريشيت يعني يقدر مجهوداتك، بيشكرك يعني، يمتن. والله يا ابني انا بشكرك على مساعدتك ليا، يبقى ابريشيت. والله انا بمتن، يبقى هي ابريشيت. انما استيميت يقدر يعني يخمن. تعرف تقدر لي حجم الاوضه دي قد ايه؟ تعرف تخمني؟ حاول تقدر لي كده، اسمها استيميت. انما يا شباب تقدير يعني هو بيشكرك على حاجه، بيمتن بيشكرك، هي كلمه ابريشيت، يقيم ابريشيت. طيب في عندنا ايه تاني؟ طبعا ما تنساش ان افكت يعني يؤثر، ده الفعل. انما افكت ده يا جماعه يعني تاثير، ده نون. انما الفعل بمعنى افكت. طيب برضو عندنا في ايه تاني يا شباب؟ ممكن يكون في حروف جر مهمه، يعني مثلا انا شايف ان اليونت كلها بعد كده كلمات سهله. الفرق بين بريميشن وبرميت قلناه، اسبند، ارجيو، فور، كل الفرق. في مصطلح نكتب جنبه هام، بورن اتولد انتو، اتولد لعيله غنيه، بورن انتو ا ويلسي فاميلي، اتولد لعيله غنيه، اتولد يا شباب انتو، اتولد لعيله غنيه، فتختار حرف الجر انتو. طيب برضو مصطلح مهم، هاف ا ديجري، يعني معاه درجه علميه، ان في مثلا كيمستري مثلا او لو، مع درجه علميه في القانون، واخد شهاده في القانون، يبقى هاف ا ديجري ان. طيب في ايه تاني يا شباب؟ مهم جدا ان دكتور عيشه عبد الرحمن شغلها الشخصي ده تيك اب، يشغل، كلمة دي مهمة والنبي قوي، يشغل most of her personal life، دايما كان شغلها بيشغل معظم حياتها الشخصية، فتيك اب بمعنى يشغل، دي مهمة جدا، يشغل اسمها تيك اب يعني يشغل. طيب عندنا شباب في حاجة اسمها introduce، يعني يقدم new ideas، يقدم أفكار جديدة، introduce يعني يقدم أفكار جديدة. طبعا عندنا ايه تاني يا شباب؟ دي مهمة، أهم الكلمات، خدنا طبعا qualifications، مؤهلات، admire، كل الكلمات دي خدناها، كلمة cure يعني يعالج، مهمة جدا جدا أهي، تيجي في الامتحان. في كلمة اسمها research assistant، مساعد باحث، اللي هو المعيد في الجامعة. بص ايه research، عشان لو جالك في الاختيارات سيرش بس، عايزك تعرف ان سيرش واحد بيدور حاجه ضايعه منه، انما ريسيرش اللي هو البحث العلمي، واحد بيدور على معلومه، بيدور على حاجه، بيعمل سيرش على النت، بيعمل يدور على حاجه، انما بحث علمي لازم ريسيرش. طيب طبعا الدرس كله كان بيتكلم على النساء في التاريخ، وجاب لك كذا كلمه. طبعا يا شباب عندنا في كلمه اسمها افكتيف، يعني فعال، دايما دي تيجي مع الدواء، الدواء ده فعال هيجيب نتيجه بسرعه، افكتيف. انما في كلمه اسمها امبرسيف، يعني مؤثر، مبهر، راجل ده كلامه مبهر، نتيجتك في الحال كانت امبرسيف. دي طبعا اهم الكلمات واهم المصطلحات واهم الافكار واهم الملحوظات اللغويه اللي موجوده في لانجوج نوتس. فيا رب تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.